الحكم اللي موجود على الفار شاف ايه من وجهة نظرك، او تتخيل انه شاف ايه غير اللي الكل شافه؟ عشان انا انت عارف انا عايز اعمل ايه؟ عايز انفي عنه شبهة التعمد. لا 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 فيش عشان تعمد. انا متاكد. لا فيش تعمد وانا معاك. لا لا انا مليون المية وانا معاك انه نزاهة الحكم المصري دي ما فيش في كابتن كريم. هنكرر نفس الكلام تاني الاسبوع الاسبوع الثامن، بنتكلم في الاسبوع الثامن صح لغايه دلوقتي. التدريب اللي موجود لحكام الفار مش موجود، الناس ما تتدربش كويس. الموضوع ده تدريب، انت بتتكلم على حاجه تتدرب عليها مره واثنين وثلاثه واربعه تنفذها اوتوماتيك. معلش انا اسف. ماشي اتفضل. التدريب لو حاله برضو صعبه مش واضحه تمام، يعني انا افهم انه التدريب عشان هو الوحيد اللي هيعرف يحسمها، لكن دي فعليا انا اقول لك حاجه، انا اسف والله للاسقاط. لا خالص انا اسف ان انا هسقط دلوقتي، بس الحاله الوحيده اللي تخليني يقول لي ان هو ما شافش الحاله دي ان هو مثلا كان بيتفرج على تلفزيون صغير قوي فمش عارف يبص فمش عارف يركز، لكن احنا كنا بنتفرج على تلفزيونات اتش دي واكبر شويه فاحنا شفنا وهو ما شافش. دي الحاله الوحيده اللي لو قالها لي هصدقه واقول له خلاص انت عندك حق. انت عندك اوبريتور جنبك على فكره، ما بتشتغلش لوحدك، اوبريتور جنبك بتقول حط النقطه هنا واستنى واطلع لي لمسه الكوره، اطلع بيها وارجع بيها لغايه ما توصل للنقطه الصح، لمسه الكوره وخروج الكوره من الزميل. فده الشغل اللي بيحصل في خد وقتك. يعني احيانا انا محتاج سرعه طبعا. بس انا لو انت هتتاخر وتديني قرار صح ما عنديش مشكله اتاخر، بس اديني في الاخر قرار صح. لكن انت لما تعمل الاجراء صح وبسرعه اكتر ده ميزه. طب اسالك سؤال. اتفضل. هو دلوقتي معروف بينا نفهم الكلام ده كويس انه في قوانين الفار الحاجات اللي هي علاقه متعلقه بالخط او بالاوفسايد الحكم ما بيرجعش يشوف اللقطه في الفار. حقيقه. بيصفر على طول. يعني حقائق. حقائق. اه. بس لو الحكم شك بقى انه الفار خد قرار غلط ما ينفعش يطلب هو نفسه انه يشوف الحاله؟ لا لا استحاله. ممنوع. لا لا استحاله. هو دي اصل ده قرار حقيقي. يعني ايه؟ الكره بره المنطقه داخل المنطقه. الكره دخلت هدف مش هدف. الكره تسلل مش تسلل بالنسبه للخطوط. مش قصه التداخل مع منافس. مع منافس هتروح تشوفك حكم. صح. انا بكلمك على اللقطه دي ليه؟ بكلمك بفكرك بلقطه وادي دجله والاهلي اللي كنت انا حكم فيها وكان ابو الرجال مساعد اول، نفسها حصلت مع المقاولين والاهلي نفس المعيار واحد. فساعتها الحكم راح شاف، لما رحت شفت رجعنا لقينا هدف دجله نفس القصه، الجون الاهلي اللي اتحسب بتاع المقاولين كان تسلل، وقلنا ساعتها تسلل واشدنا بالتحكيم. وبالتالي احنا بنتكلم على معيار واحد، مش نمشي معيار واحد تحكيم في طول الوقت هتلاقي الناس الدنيا ما مظبوطه. طيب